فهنا الصين مصنع العام يعني انا بتصنع انضف سلع وبقال نساعة. يا عم مش هتقدر المنتجات الصيني معفن ما عادش الكلام ده كان زمان بسمعة قديمة. الصين بتعمل انضف حاجة واقل حاجة. انت بقى براحتك تشتري اللي انت عايز. ليه الموبايل بتاعهم عندهم انضف موبايلات واقل موبايلات يا باشا اجزاء كتيرة جدا من الايفون ومن السامسونج اصلا متجمعة فين؟ في الصين. متخيل؟ فاهم؟ فهم بيعملوا احسن منتجات في العالم. اوكي؟ وبيعملوا برضه اسوأ منتجات في العالم. انت حر بقى تشتري اللي ايه؟ اللي يناسبك. هم عندهم فرايتي عندهم تنوع. فبما ان هي مصنع العالم فوانس صنع بيع ادي في الطياره يلا ها او في السفينه صدر صدر بيع لكل دول العالم. فلما الفيروس بدا هناك منتشر في كل ايه؟ العالم. تعالى نكمل كده تاثر على العالم كله. لما الصين قفلت حصل تاثير كمان اثر على العالم كله. رحبوا يا جماعه معايا بالبلوج شادي عصام اسطوره هواي انجليزي. مبدئيا كده هقول بسرعه المادة عشان في ناس لسه ما تعرفش المرحله الجايه دي الدنيا ما اعرف ليه انا اعرف بسرعه كده الماده بتاعتي. مبدئيا كده بيقولوا ان سنه ثانيه اصعب سنه وده كلام اشباح كلام نقص. ذاكرت الماده هتبقى سهله ما ذاكرتهاش تبقى صعبه. امال فين مكمن الصعوبه؟ ان في مواد كتير قوي يعني مثلا عندك الاقتصاد كتابين عندك مدني عربي وانجليزي عندك دينية عربي وانجليزي وعندك شريعه اللي هي الاحوال الشخصيه بتاعت مسلمين جواز وطلاق المسلمين لا وكمان احوال شخصيه غير المسلمين جواز وطلاق تاني خلاص بس غير المسلمين شريعه اليهود والمسيحيين تمام؟ لان من التسامح اللي عندنا في القانون المصري ان احنا بالنسبه لليهود والمسيحيين ودي حاجه اصلا جزء من اسلامنا ان احنا نعترف بالاديان الاخرى خلاص هو ان انت تدي للمسيحيين واليهود حقهم بالذات المسيحيين لان يعتبر مفيش في مصر شيء مفيش يهود او قليلين جدا يكاد يكونوا يسكروا يعني بس لو موجودين ومكتوبين في الدستور معترف بالاديان السماويه الثلاثه تمام في الدستور ان ده جزء من الاسلام احنا ما بنؤمنش الا لما بنؤمن بايه؟ بالله وكتبه ورسله فاهمين فده جزء اصلا من ديننا فمن نوع من انواع التسامح ان احنا نديهم لما حد منهم يموت يجي يورث، يورث بايه؟ بالشرائع الاسلاميه ولا يورث بشريعته؟ بشريعته، كده دي شويه افتكرت. طب لما يجي في جواز او طلاق او خطبه ان في برضه ايه؟ بشريعته، يتجوزوا ويطلقوا بشريعته، واحنا برضه كمسلمين لنا شريعه، فهمت قصدي؟ طب ده اللي انت هتدرسه الشريعه والاحوال، فعندك احوال شخصيه المسلمين واحوال شخصيه غير المسلمين، فهمت التركيبه ماشيه ازاي؟ فبالتالي هتلاقي عندك مواد كتير ده اللي بيخد، لكن لما نيجي نبص على ارض الواقع هنلاقي ان الصعوبه برضه مش في كده، كل ماده لوحدها لو ذاكرتها تبقى سهله، لو ما ذاكرتهاش هتبقى صعبه. طيب لو مشيت بستايل سنه اولى هتخش في شجره اللي هو انا بجلم نفسي في الاخر، مفيش مش هتلاقيها. يمكن ماده او مادتين بالكتير اللي انت تقدر تلمهم في الاخر. يمكن انصاص مواد كمان زي مثلا المدى الانجليزي زي الاحوال الشخصيه، فاهمين قصدي؟ دول اللي ميبي انت تقدر تلمهم في الاخر. تقدر تلمهم في الاخر. خلاص ده الكلام. يبقى انا كده قلت توزعت الايه؟ المواد، خلاص؟ نخش بقى على مادتنا. ماده زي الاقتصاد والله ما هتعرف تلمها في الاخر، انا مش بعدها من مادتي بالعكس انا دايما مصدر التفاؤل، مصدر الطاقه الايجابيه وهم بيقولوا عليا كده يعني، خلاص انا مش عارف ليه. المهم خلاصه الكلام ان انت انا هديك الحل وانت حر، دي حياتك، انا معايا اللي بيجيب امتياز بيجيب 20 من 20 ومعايا اللي بيجيب جيد، ده موجود وده موجود، ده متوقف على مجهودك، انا عامل دوري وانت ليك دوري. فالماده دي لو سبتها للاخر وجبت لمها من كتر المعلومات اللي شبه بعض مش الاقتصاد بس معظم المواد عندك هيكونوا ايه؟ داخلين في بعض هيحصل لك كونيجا رحنا في تابو نجلة تمام؟ فاحنا عايزين نلم نفسنا اول باول. طيب بمشي في سيستم ايه هو؟ في الثلاث تمانيات. ثمانيه بننمهم. خلاص؟ ثمانيه هنعمل فيهم الجامعه والدروس. الجامعه والدروس ممكن ساعه ساعتين خروج في النص او في الثمان ساعات. ناقص كام ثمانيه؟ الثلاث. الثلاث ثمانيات اللي هم 24 ساعه. ثالث ثمانيه عندك سعادتك فيهم انا عايز منهم 3 4 ساعات مذاكره يوميا خد بالك لسه باقي لك 4 ساعات يبقى 8 بننام 8 ناخد دروس ونروح الجامعه 8 الثالثه 4 منهم مذاكره من 3 ل 4 ساعات مذاكره و4 هواياتك بقى تروح الجيم بتتفرج على حاجه متابع مسلسل متابع مسلسل تركي في الحلقه 1032 متابع ان انت بتلعب بلاي ستيشن كل يوم انت وخيالك انت حر اعمل اللي انت عايزه في حياتك تمام طيب فين المشكله؟ المشكله ان احنا يعني فين تعالى ندي تو سيناريوز او ندي حدوته كده سريعه لشخص هيلبس في سنه ثانيه هيجيب جيد او مقبول وشخص هيجيب جيد جدا او امتياز تمام؟ والاثنين عارفين معلومه التلات تمانيات تمام؟ الشخص اللي هو هيلبس ده بيعمل ايه؟ الاول انا هتفرج على مسلسل بعدين بذاكر لا انا هاكل الاول بعدين بذاكر انا مش عارف ماما انا جعان تاني يا ابني انت مش لسه واكل خلاص؟
كل حاجه، اروح الجيم، العب بلاي ستيشن، العب ضغط، انط البط، اي حاجه، اي هاكس، اي هاكس. لا خد بالك وواثق من نفسك وبيقنع نفسه، وبعدين هبقى بيجي اخر اليوم انا تعبت قوي يا جماعه والله، وكنت قوي كنت في البيت انا تمام، انا بقى ايه هنام خلاص، مع ان هو كانت نيته انه يذاكر، لكن نيه بدون فعل، نيه بدون فعل يبقى انت بتشتغل نفسك خلاص. تعال نعكس السيناريو بتاع البرنس او البرنسس اللي ايه هتجيب جيد جدا امتياز خلاص. نفس الشخص عارف موضوع 3 8 تمام، اولا نام 8 ساعات مش نام 10 ساعات و12 ساعه، لو نمت 12 ساعه في ناس تعمل كده دي نصيبك، اليوم 24 ساعه، يعني لو عشت 80 سنه وانا بنام 12 ساعه ابقى انا نمت 40 سنه يا جدعان، انت جاي تنام ولا ايه؟ تمام؟ ده انت لو نمت 8 ايه؟ لو نمت 8 ايه بس يبقى انت كده نمت تلت حياتك، نمت ايه؟ ما هو اليوم 3 8 3 3 تمام؟ فلو نمت 8 ايه؟ لو المفروض ده الطبيعي من 6 ل 8 خلاص؟ يبقى انت نمت تلت حياتك، يعني لو عشت 60 سنه وبتنام 8 بس يبقى انت عشت نمت 20 سنه. يا نهار اسود العظماء بقى، العظماء اللي هو اغنى اغنياء العالم وانجح ناس في العالم الاوائل بيناموا 6 ايام تمام؟ انا ماكسيموم 5 ساعات، ساعات بصحى 5 ساعات، عمري ما بصحى من قبل، انا بصحى دايما قبل بظبطه بس بصحى قبل بساعه ما اعرفش ليه تمام؟ ببقى عندي هدف نايم وانا عندي هدف والله العظيم تمام؟ طيب نمت الثمانيات بتاعتك، الثمانيه الثانيه رحت الجامعه ورحت الدروس هوبا خلصت، عندك الثمانيات الثالثه بقى اعمل ايه بقى؟ هنا التركيه بقى، انا هذاكر الاول وهكافئ نفسي بالجيم، انا هذاكر الاول وهكافئ نفسي بالمسلسل التركي الحلقه 1032 تمام، انا هذاكر الاول وبعدين هكافئ نفسي بالاكل، جعان ممكن اكل اصحابي دلوقتي تمام، لا مش وقت، خلص الاول مذاكره وبعدين هبقى ايه؟ هبقى ايه تمام، هذاكر الاول بعدين هلعب بلاي ستيشن ساعتين، فاهم قصدي؟ اذا التريك او المايند تريك او السايكولوجيكال تريك، الخدعه النفسيه هنا، هو ان انت تعمل دورك الاول عشان نفسك مش عشان ولا عشان اهلك، عشان نفسك كل ده، اه انت تبسط اهلك جميل كل ده جميل، بس انت بتعمل ده لنفسك ومستقبلك مش عشان حد في الاساس الاول، بعد كده يجي بقى اهلك واصحابك ودنيتك يفخروا بيك تمام. فتيجي تلاقي ان الحاجه اللي بتعطلك اللي انت كنت بتعملها الاول، لا انا هذاكر الاول، تبقى الحاجه اللي بتعطلك اللي هي المسلسل او الجيم او الخروجه او النادي او البلاي ستيشن بقت عباره عن مكافاه، بقت عباره عن ايه؟ مكافاه اللي انت نفسك تعمله، بس بقت عباره عن مكافاه، فاهم قصدي؟ حتى اكد بقى في اخر الورق، لو الحاجه دي مهمه، لو الحاجه دي مهمه زي ما بحب اكتب كوت او قول محفور كده في الاخر، الكوت بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو حاجه مهمه في حياتك هتلاقي لها طريقه، هتلاقي لها ايه؟ هتتصرف، هتلاقي لها طريقه، اما لو هي حاجه مش مهمه فانت هتوجد لها عذر. يعني لو هي حاجه مهمه هتتصرف، عندك فرع مهم هتتصرف ان شاء الله يكون في اسوان، في القاهره، هتتصرف وهتروح وهتجيب البدله وهتجيب الفستان وهروح، هروح هتصرف. لكن لو الفرح مش مهم، معلش والله لسه كنت تعبان، معلش والله بس مش عارف ايه، معلش كنت مشغول، مشغول خالص، قعدت طول اليوم بلعب بلاي ستيشن ما بقولكش تمام. فلو انت الحاجه في حياتك مهمه هتلاقي لها طريق، فلو انت مستقبلك مهم وعايز تبقى حاجه هتلاقي له طريق، ودي الطريقه الابسط والاسهل الموست سمارت يعني تمام. طيب نبتدي اقرا في الماده، مادتنا مادة الاقتصاد مقسومة لقسمين، ودكتور سيد عبد الخالق دكتور علامة بمعنى الكلمة، لو حضرت له المحاضرة ويفضل إن أنت تحضر له تستفاد منه جدا جدا جدا. دكتور أساسا هو اللي فتح حقوق إنجليزي، يعني من غير ما حد شاف فيها حقوق إنجليزي. يعني هو اللي طرح الفكرة، هو اللي فتح حقوق إنجليزي. اثنين كان عميد الكلية. ثالثا كان رئيس جامعة المنصورة. ثم وزير التعليم في التربية والتعليم، ده التربية العالية، هو وزير التعليم العالي. تمام؟ في دكتور تاني عندنا اسمه دكتور أحمد جمال الدين موسى. ده كان وزير التربيه والتعليم قبل كده. فدكاتره حقوق عظماء يعني بالذات منهم في ناس تقيله قوي يعني. حتى لما تبعت لهم دكتور تعالى قدام وزير الاعلام او وزير سابق بدرجه وزير، انت متخيل لو عقليه من ده بيدرس في الجامعه البريطانيه اللي مصاريفها في السنه او بال 80,000 وبال 100,000. يعني انت بيتوفر لك كواليتي شبه اللي بيدرسها بتاع الجامعه البريطانيه، تستفيد بقى تعلم ماشي؟ طيب هو اللي بيدي الكتابين، فهو دكتور صعب بس مش دكتور صعب اللي بيجيب من مبغي، ها؟ لا دكتور صعب بس منطقي وعقلاني. يعني ايه صعب؟ يعني مش كله هيتساوى، تساوى بعض، الشاطر هيبقى احسن من القليل، مستحيل كله يتساوى عنده. مش اللي هو اللي يذاكر يوم الامتحان زي اللي ما ذاكرش زي اللي بيذاكر اول سنه، لا. يجي مساله صعبه بس لما ذاكر اول باول هتقفل ايه؟ الامتحان. خلاص؟ مادتنا مقسومه لقسمين او كتابين، خلاص؟ بس الكتابين بالانجليزي.
كتاب منهم اسمه International Plastic Economy وهنختصرها في كلمة IPE. هنختصرها بيلا IPE عشان كتير قوي هنذكر الكلمة دي مش كل شوية عنهم. IPE يعني ايه؟ تعال نفصل الكلمة يلا. لما بتيجي ندي definition او نيجي ندي translation الترجمة بترجم الاسم بعد كده بترجم الصفات. يعني دي صفة International Political صفة سياسي. طب فين لما اجي اترجم بالعربي اترجم ايه؟ النون او المصطلح. النون هو ايه؟ دول النون او المصطلح هو يلا اقتصاد. طب لو ايكونومكس يبقى علم الاقتصاد والاثنين مش اقتصاد. يعني ممكن اقول ايكونومي اللي هو الاقتصاد المصري نفسه او ايكونومكس اللي هو علم الاقتصاد ماشي. المهم فلما اقول ايكونومي يلا ها انترناشونال بريتيكال ايكونومي مين يكسب معانا وترجم ها الاقتصاد السياسي الدولي. معلم معلم تمام الاقتصاد السياسي الدولي خلاص. وعلى فكره ينفع مجاز انا اقول الاقتصادي الاقتصاد الدولي سياسي تمشي برضه الصفتين بيقعدوا على هذا الاسم. طيب اقتصاد سياسي ودولي. اقتصاد سياسي اقتصاد يبقى عندي سوق وعندي عرض وطلب وعندي بيع وشراء. سياسه يبقى عندنا الدوله بتتدخل. طيب هنتكلم على مستوى محلي جوه مصر ولا علاقات الدول ببعض؟ ها؟ الدول ببعض. علاقات الدول ببعض معلم. ليه؟ زمان او السنه اللي فاتت السنه الاولى درسنا جوه الدوله الموضوع من جوه اللي هو اقتصاد كلي اقتصاد جزئي واقتصاد كلي مايكرو وماكرو. لكن النهارده او السنه دي بندرس علاقات الدول ببعض استيراد تصدير تجاره بيع وشراء ما بين الايه؟ الدول. علاقات الدول ببعض. ولذلك هندرس المستوى الايه؟ الدولي. في مستوى محلي درسناه السنه اللي فاتت بس احنا اللي هنركز عليه اكتر السنه دي المستوى الايه؟ الدولي. اوكي؟ ده الشق الاول وده اللي هندرسه النهارده تمام؟ الماني اند بانكينج ده الكتاب الثاني. ماني اند بانكينج الماني هي ايه؟ فلوس احنا بنعرف فلوس بالبلدي او بالشعبي بالعامي المصري يعني ولكن معناها النقود. معناها يلا النقود يعني ايه؟ يعني حاجه الوسيله اللي احنا بنشتري بيها. وسيله ايه؟ طبعا ليها وظائف كتير جدا خلاص بس اهم وظيفه ليها او من اهم الوظائف بتاعتها ان هي بتشتري الاشياء تمام كده؟ مش ده طبيعي؟ كلنا عارفين كده. طيب الماني بقى ليها فانكشنز. زمان الناس كانت شغاله مقيده خد يا ابني قلم وهات تفاحه خد سيف وهات مثلا مانجا فالناس كانت بتبدل مع بعض ما كانش في اصلا نقود. هناخد الحدوته منذ الاف السنين ازاي النقود ظهرت وتطورنا لغايه ما وصلنا النهارده. بعد كده حاجه ظهرت حاجه اسمها البنوك. في بقى بنوك كتير وفي بنك بيشرف عليهم اسمه السنترال ايه؟ بنك. وده المنهج بتاعنا في ماني بانك. نخش يلا في الانترناشونال بلاتيكال ايكونومي اوكي؟ يلا عندنا حاجه اسمها يلا ايكونومكس. يعني ايكونومكس؟ حلو ينفع اقول اقتصاد؟ ينفع بس الادق اقول علم الاقتصاد ماشي؟ علم الاقتصاد يعني بيشير لمين؟ للسوق والبيع والشراء. طيب وعندنا بوليتكس علم السياسه. علم يلا يبقى بيشير لتدخل الدوله وسلطه الدوله. احنا عندنا علاقه ما بين مين ومين يلا؟ الايكونومكس والبوليتكس. علاقه عضويه تفاعليه. علاقه يلا؟ اورجانيك. يعني اورجانيك؟ عضويه وفي نفس الوقت تفاعليه. يعني ايه علاقه عضويه تفاعليه؟ اورجانيك يعني مثلا هل انت تقدر تعيش من الكلى بس؟ تقدر تعيش من غير القلب؟ تقدر تعيش من غير العقل ولا الاعضاء دي كلها بتكمل بعض؟ فلما اقول لك عشان يبقى في الاخر ايه بني ادم متكامل ده انت لو حصل خلل في جهاز عندك في الجسم او عضو في الجسم بيحصل كارثه تمام؟ لكن لما نيجي نقول علاقه عضويه يبقى الاثنين بيكملوا بعض يبقى العلاقه ما بينهم علاقه عضويه الاثنين بيكملوا بعض. علاقه تفاعليه يعني الاثنين بيأثروا في بعض مش واحد بيأثر في الثاني. السياسه بتأثر في الاقتصاد والاقتصاد بيأثر في السياسه. طبعا هندرس على مستوى محلي ولا مستوى دولي؟ الاثنين موجودين بس احنا هنركز اكتر على مستوى الدولي تمام كده؟ يلا بينا ناخد اول فكره. بعد ما ناخد اول فكره هنتكلم على تعريف الانترناشونال بوليتيكال ايكونومي. تعريف ايه يلا؟ الانترناشونال بوليتيكال ايكونومي هم مطلعين حاجتين. ايه هم الحاجتين؟ حاجه اسمها دايمنشنز. حاجه اسمها يلا؟ دايمنشنز. يعني دايمنشنز الابعاد او الجوانب. ثم هناخد حاجه اسمها الكاركترستكس. يعني ايه كاركترستكس؟ الخصائص. تمام كده؟ هناخد اول حاجه ديفينيشن التعريف ثم دايمنشنز ثم الخصائص. يلا بينا. تعالي على اول صفحه. توكلنا على كل حاجه مترجمه عندك في الورق خلاص مش هتحتاج القلم قوي يعني بس انت حر يعني يفضل تبقى معاك قلم طبعا. الكلام بترجم كل كلمه حتى الدقه بترجمها ماشي؟ ثانيا معظم الملاحظات المهمه مهمه لو انا قلت لك اكتب حاجه انا اصلا بكتبها على البورد. ثالثا ما بمسحش البورد. فعايز تكتب اكتب، عايز تركز معايا ركز ممكن تبقى الصوره في الاخر مصور الصوره تمام؟ يلا بينا توكلنا على الله. تشابتر 1 تشابتر 1 بيتكلم في ايه؟ يلا بالاسم ها وات از ايه؟ عايز الاسم صحصحه صحصح بيه ها وات از ايه؟ بالظبط كده وات از انترناشونال بلاتيكال ايه؟ ايكونومي. يلا اسرع وات از اي
بي اي وات از يلا اي بي. لا هنتكلم في التعريف بس، لا هنتكلم في المفهوم. هنتكلم في الايه؟ في المفهوم. هي هي شادي. لا تفرق لما اقول التعريف يبقى انا هعرف فقره فقرتين تعريف، لكن لما اقول المفهوم بيبقى اقول التعريف والجوانب والخصائص. التعريف والجوانب يلا خصائص. كلمه مفهوم عام واشمل، انا بقول التعريف والخصائص والمميزات والعيوب والامثله. فاهم قصدي؟ تمام. جميل. وات از الانترناشونال بروجكت يا جماعه؟ نقدر نصنف اول ثلاث فقرات دول كمقدمه. تمام. بيقول لك ايه؟ There has been interactive and organic relationship. ها كان في يلا interactive organic relationship. بترجمها ازاي دي؟ هترجم الاول relationship. تمام. علاقه او صفه وصفين. من هي يلا؟ interactive organic. علاقه عضويه تفاعليه. علاقه يلا عضويه تفاعليه. ما بين مين ومين؟ يلا رقمهم لي بسرعه. مين؟ economics و policy. ما في علاقه ما بين علم الاقتصاد وعلم الايه؟ السياسه. هذه العلاقه ايه؟ عضويه يعني عضويه بيكملوا بعض. interactive تفاعليه يعني الاثنين بيأثروا في بعض. رائع. زي ما قلنا في المقدمه. تمام. أو زي ما كنا بنقول بالعربي من شوية. أي إي يعني أي إي. أي أو بمعنى. أي يعني يلا. أي أو بمعنى. كلمة لاتينية والدكتور بيستخدمها كتير معناها أصلها كده. إيد أست. عند اللاتين. يعني ده أصلها أصلا. اختصرت في أي نقطة إي نقطة. تمام؟ بس في ناس بينطقوها إيد أست. هي أصلها. معناها بتتكتب أي إي. والأمريكان ينطقوها أي إي. المهم معناها ايه؟ أي بمعنى يبقى الكلام اللي جاي بيفسر الكلام الايه؟ اللي فات. تمام؟ اقولها زي بالانجليزي، اقول ان انذر بورد. ان يلا؟ هضيف اهو بمعنى اخر، هو نفس الكلام بس الايه؟ بمعنى اخر، هصيغه صياغه اخرى، اوكي؟ هوضح اكتر. والدكتور بيستخدمها كتير فنبقى عارفينها، ماشي؟ يبقى باختصار ها يعني ايه اصلا ايكونومكس؟ يعني ماركت، السوق والبيع والشراء. تمام؟ طب يعني ايه بوليتكس؟ يعني تدخل الدوله وقوه الدوله وسلطه الدوله. يبقى لما اقول علاقه بين الاقتصاد والسياسه يبقى انا بتكلم عن مين؟ السوق والدوله. تمام؟ يلا مين؟ يبقى اذا اي اي العلاقه دي ما بين ها يلا ايه وايه؟ ها ماركت اند ستيت. ماركت اللي هو مين؟ طب ماركت السوق اللي هو بيشير لمين هنا؟ ايكونومكس. وستيت بيشير لمين؟ بارتس. بيرفكت. تمام؟ عندنا كام مستوى؟ مستويين بوث انترناشونال ليفل ودوميستيك ايه؟ ليفل. على المستوى الدولي يعني في علاقات الدول ما بينها وما بين بعض، وعلى المستوى المحلي يعني كل دوله جوه نفس الدوله، ماشي؟ وبالتالي يبقى عندنا نوعين من الاقتصاد السياسي، عندنا اقتصاد ايه؟ سياسي. عندنا اقتصاد سياسي دولي اللي احنا بندرسه السنه دي، وعندنا اقتصاد سياسي محلي اللي احنا درسناه السنه اللي فاتت، ماشي؟ يلا اذا thus we have حاجتين تو ايكونومكس تو يلا ايكونومكس. يلا معايا تاني باراجراف تاني فقره. اول ايكونومكس اللي هو ايه؟ انترناشونال. انترناشونال انترناشونال مفيش حاجه اسمها انترناشونال، هو ما طرش في حته. اسمه انتر ها انترناشونال، ماشي؟ يلا انترناشونال بوليتيكال ايكونومكس. ها الاقتصاد ايه يلا؟ السياسي الدولي. وعندنا نوع ثاني اللي هو الاقتصاد السياسي محلي. الاقتصاد السياسي محلي اللي احنا درسناه في ثانوي. نركز بقى على الانترناشونال اللي هو موضوع السنه دي. تمام؟ او احد كتابين اللي عندنا. بيقول لك ايه؟ without both بدون خد بالك من الجمل الشرطيه دي. تمام؟ بدون كل من مين ومين يلا؟ ها السوق معلم ماركت ومين يلا؟ والستيت. مش هيبقى عندك حاجه اسمها بلوتيكال ايكونومي، او مش هيبقى عندك حاجه اسمها الاقتصاد الايه؟ السياسي. بيقول لك there could be no بلوتيكال ايكونومي. يبقى بدون الاثنين دول يبقى هنا دول شرطين. لازم الاثنين يبقوا موجودين. هم مين ومين يلا؟ الماركت والستيت. عشان يبقى عندي ايه؟ اقتصاد سياسي. اقتصاد سياسي لازم يكون عندي ماركت وستيت. طب لو واحده منهم مش موجوده؟ لا، لو ماركت بس يبقى اسميه اقتصاد. لو الاستيت بس يبقى اسميه ايه؟ بوليتيكال او سياسي، ماشي؟ حلو قوي. طيب ذس از سنس هذا بمعنى. تمام؟ ماركت فورسز يعني ماركت فورسز كلمه قرار كتير قوي سنه اولى. هو السوق اللي هي مين برضه؟ حريه السوق اللي هي مين برضه؟ العرض والطلب. ان انا اشتري بالسعر اللي انا عايزه وابيع بالسعر اللي انا عايزه. والحريه اللي بيزيدها دي كانت بتبقى في الراس الماليه ولا في الاشتراكيه؟ طبعا في الراس الماليه اصل رجاله. تمام؟ يبقى اذا بقول لك الماركت فورس. هنيجي نلاقي في السطر الاخير الماركت ميكانيزم. ماركت ايه بقى؟ ميكانيزم. آلية السوق في آخر سطر. هي ماركت فورسز. آلية السوق اللي هي قوى السوق. السوق بيتحرك ازاي؟ قوى السوق اللي هي العرض والطلب. قوى السوق اللي هي عرض ايه؟ طبعا. لما اقول ماركت ميكانيزم يعني حرية السوق. حرية السوق ان الناس تشتري اللي هي عايزاه وتبيع اللي هي عايزاه بالسعر اللي هي عايزاه. تمام؟ نرجع تاني لموضوعنا يلا. بيقول لك ايه؟ ذيس از سنس هذا بمعنى. ذيس از سنس ده اكسبريشن زي بيكوز كده. تمام؟ الماركت فورسز وود ديترم قوى السوق الافراد العرض والطلب. ها هم اللي هيحددوا the outcome. ايه يلا؟ اللي هي عايز كلمه ثانيه بدل outcome بالظبط كده. result. تمام؟ result. تمام؟ نتيجه.
ار ايكونوميك اكتيفيتيز، الانشطه الاقتصاديه، هننتج ايه، هننتجه ازاي، هنصنع ولا هنزرع اكتر، الانشطه هنعملها ايه، مين اللي بيحدد القطاع الخاص، القطاع ايه اللي هو العرض والطلب، ماشي. وبالتالي ان دي ابسنس، في غياب مين، الدوله، ان دي ابسنس اوف ايه، اوف ستيت. ودي تعتبر الراسماليه القديمه، الراسماليه الايه القديمه اللي كانت تعتمد على القطاع الخاص فقط، وفي غياب تام للدوله، في غياب يلا الدوله مش موجوده. نجحت ولا فشلت؟ فشلت، ان الدوله مش موجوده، فظهرت الراسماليه الحديثه اللي بتسمح بتدخل الدوله. فبقى عندك اقتصاد سياسي زي ايه كده مثلا، يعني عندنا في مصر النظام دلوقتي في مصر حاليا يعتبر راس ماليه، بس مش راس ماليه القديمه، مش التراديشنال، امال راس ماليه ايه، حديث، اللي هي القطاع الخاص هو الاكثر، القطاع الخاص هو الاكثر، بس الدوله موجوده مش موجوده، موجوده. مثال، اشهر مثال، عندك شركات زي فودافون، موبيليلي، لايت اورنج، اتصالات، الشركات دي كلها شركات خاصه، شركه بتاعت انجلترا، شركه بتاعت الامارات، شركات خاصه، تمام. لكن لما نيجي نلاقي في شركه رابعه اسمها ايه، وي بالظبط، شركه ايه، مصريه، يبقى القطاع العام الدوله موجوده ولا مش موجوده، وبتنافس، تمام، بس القطاع الخاص هو المعان معظم. هل معنى كده في الراسماليه الحديثه ان الدوله مختفيه ولا موجوده؟ موجوده وبتنافس كمان وبتشرف وبتحط قوانين والدنيا ماشيه، خلاص. يبقى اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده الراسماليه القديمه. يبقى لو قلنا لو في ماركت بس يبقى دي الراسماليه القديمه، ماركت بس يبقى ايه؟ والدوله مش موجوده، وده فشل، النظام ده فشل اصلا، خلاص. ولذلك بدات الدوله تتدخل، بدات الدوله يلا تتدخل، تمام؟ نخش على بعض. واي بينما امتى يبقى الحكومه بس هي اللي مسيطره؟ جفرمنت اونلي، جفرمنت يلا لمين؟ في الاشتراكيه الايه؟ القديمه، الشركه القديمه. يبقى النظام القديم يا الراسماليه، القطاع الخاص بس هو اللي مسيطر، يا القطاع العام بس هو اللي ايه مسيطر، والاثنين اثبتوا فشل، تمام. وبالتالي بيقول لك why the government only will determine the outcome of fail في السوشياليزم، في الاشتراكيه، تمام، في الاشتراكيه. وبالتالي or when the rule of market mechanism، او لما يجي دور السوق، دور الايه السوق وحريه السوق يكون ماله، يكون ضعيف، فاحنا مين اللي بيتحكم؟ الحكومه. ده في الاشتراكيه الايه؟ القديمه. نجحت ولا فشلت؟ فشلت. بل ان معظم دول كان في يوم من الايام بعد الحرب العالميه الثانيه، ايام الحرب البارده ما بين امريكا وروسيا اللي هي ما بعد الحرب العالميه الثانيه لغايه التسعينات لغايه ما انهار الاتحاد السوفيتي، كان في دول كتير جدا اشتراكيه بالنظام القديم ولكنها اثبتت فشلها. طب اشهد النهارده الصين ثاني اقوى اقتصاد في العالم، ثاني اقوى اقتصاد في العالم، خلاص؟ بعد امريكا. وما زالت اشتراكيه، ما زالت ايه؟ بس الاشتراكيه في ثوبها الحديث، الاشتراكيه بشكلها الجديد. لما نيجي نبص هل كل الشركات في الصين قطاع عام؟ لا، هنلاقي في الصين اشتراكيه، ان مين اللي مسيطر اكتر؟ القطاع العام، ماشي؟ ولكن هنلاقي شركات، تمام؟ زي هواوي، هنلاقي شركات زي علي بابا، علي بابا ده عامل زي امازون كده، بيبيع وبيشتروا من عليه حاجات، بل عليه مبيعات اكتر من الويب سايت بتاع امازون، تمام؟ يعني صاحب امازون وده سايت امريكي، ده ادنى في العالم، اسمه جيف بيزوس، تمام؟ صاحب ويب سايت علي بابا بيحصل عليه مبيعات اكتر، بس هو مش اغنى واحد في العالم، هو من اغنى اغنياء العالم، اسمه جاك ما، تمام؟ ده شركه بتاعت واحد، بتاعت فرد، مش بتاعت الدوله، تمام؟ اذا مش معنى ان القطاع العام هو اللي مسيطر ان القطاع الخاص مختفي، لان فكره ان القطاع الخاص لوحده الراسماليه القديمه او القطاع العام لوحده دي اثبتت فشل، تمام؟ فبدات في كل الدول العصر الحديث سواء كانت راسماليه او اشتراكيه، يبقى مين اللي ناشئ؟ الاثنين اللي هم مين يلا؟ الماركت موجود، ومين كمان؟ بنلاقي واحد فيهم اكتر شويه. لو الماركت هو الاكتر والقطاع الخاص هو الاكتر يبقى نسميها راس ماليه، بس الدوله موجوده في العصر الحديث. طيب لو لقينا القطاع العام هو الاكتر زي الصين تبقى اشتراكيه، بس القطاع الخاص ايه؟ موجود، يبقى دايما الاثنين موجودين، اللي يسيطر فيهم اكتر يبقى نسميها اشتراكيه راس ماليه، كلير. ولذلك في العصر الحديث عندنا مصطلح في غايه الاهميه بنسميه بقى بوليتيكال ايكونومي، بوليتيكال يلا اقتصاد سياسي، اقتصاد يلا سياسي، بيرفكت. ولما اقول اقتصاد يبقى عندي ماركت، لما اقول سياسه يبقى عندي دوله، يلا نخش في الديفينيشن، تمام؟ بيقول لك ايه؟ وات داز انترناشونال بوليتيكال ايكونومكس، ها؟ ما معنى علم الاقتصاد السياسي الدولي؟ في العنوان اللي في النص، ما معنى علم الاقتصاد السياسي الدولي؟ اللي هو الاي بي اي، مين؟ فيرب مين؟ ماذا يعني؟ الكلام ده الاي بي اي اللي هو يقصد ايه؟ ديفينيشن، تمام؟ هندي المقدمه الاول وهنقول ان في تعريفات كتيره قوي للاي بي اي زيه زي اي علم، اي علم هناخده او اي حاجه ليها تعريفات كتير، فيما بينهم قاسم مشترك ان يجي العدد ده يعرف والعدد ده يعرف والعدد ده يعرف، هنلاقي ان كل تعريفات الانترناشونال بوليتيكال ايكونومي ان هي بتقول ان هذا فرع من فروع علم الاقتصاد، فرع من فروع علم يلا ولكنه فرع معقد، فرع مركب، ها، في جزء سياسي وفي جزء ايه؟ اقتصادي، وكمان بتدرس البشر، ده علم انساني زي الفيزياء بيدرس الطبيعه، ده علم بيدرس الانسان،
فكمان كان في جانب اجتماعي، في جانب يلا اجتماعي ماشي. ولذلك هو علم مركب او علم معقد، مش معقد يعني نفسيا، مركب يعني مركب من اشياء كثيره، علوم كثيره، زي مالتي ديسيبلينري. فاكرين الكريمينولوجي كان مالتي ديسيبلينري؟ يعني مالتي ديسيبلينري يعني متعدد التخصصات. يعني هل كان كنا بندرس الكريمينولوجي الجريمه بس، ولا كنا بندرس علم نفس وبيولوجي واحياء صفتين الحاجات دي كلها؟ هو برده العلم ده عامل كده متعدد ماشي، داخل فيه علوم كتير. اوكي يلا بيقول لك ايه، ان فاكت ذير ار ميني ديفينيشنز، انا الصفحه رقم 1 تحت اخر فقره تمام. بيقول لك ان فاكت ذير ار ميني ديفينيشنز اوف اي بي، يوجد تعريفات عديده ولكن يوجد ما بينهم قاسم مشترك، بات كومن ثريد. في ايه يلا؟ كومن ثريد. يعني ايه كومن ثريد؟ ثريد واحده يعني خيط تمام. لما هنا كاكسبريشن معناه ان في ما بينهم كومن فاكتور، كومن يلا يعني التعريفات الكتير دي بس في ما بينهم عامل مشترك تمام. كومن ثريد among all of them، ما بين كل هذه التعريفات خلاص. That it's complicated branch. ايه بقى هو العامل المشترك بين كل التعريفات؟ ان الاي بي اي خلاص يجي العالمه سوزان سترينج، يجي العالم حنبولا، يجي العالم ايا ما يكون اسمه خلاص يعرف الاي بي اي، هنلاقي كل التعريفات بتقول ان الاي بي اي حاجه كومبليكيت، حاجه يلا يبقى كومبليكيت برانش، كومبليكيت يلا برانش. او يلا او ايكونوميك ايه ستاديز، يبقى فرع من فروع الدراسات الاقتصاديه، فرع من فروع علم الاقتصاد، ولكنه فرع كومبليكيت ماشي. يعني ايه كومبليكيت؟ برضه يعني ايه معقد؟ دي يعني الترجمه يعني في علوم كتير تمام. حلو قوي يلا. Where it includes اثبت ان هو complicated debate يلا. Where it includes حيث ان الاي بي اي بيشمل، يشمل ايه بقى يلا؟ من اسمه اكيد في اقتصاد واكيد في سياسه عشان كده كده، ولانه بيدرس البشر يبقى كمان في جانب اجتماعي صح كده؟ الموضوع سهل جدا. فان هم قايلين ايه؟ Where it includes politics عندك سياسه نزود، ومين كمان رقم اثنين يلا؟ economics بس كده؟ لا لسه حاجه together، وكمان بنزود in addition to taking societal context and the value context. لما اقول القيم والاجتماعيات، القيم اللي يلا سياق اجتماعي وسياق قيم، القيم اللي هي المبادئ والعادات والتقاليد ماشي. فبقى احنا ده المقصود هنا الجانب الايه؟ الاجتماعي. الجانب الايه يلا؟ الاجتماعي ماشي. حلو قوي. كل ده بيؤخذ في الايه؟ في الاعتبار. يلا اللي معاه صح. طيب يا شباب فين التعريف؟ انت كل اللي قلته ان في تعريفات كتير بس في منهم قاسم ايه؟ مشترك، ان دايما الاي بي اي في جانب سياسي واقتصادي، جانب سياسي يلا وجانب اقتصادي، ولانه بيدرس البشر يبقى في جانب اجتماعي، الثلاثه دايما عندنا مش مهم ترتيبهم. ها؟ عندي ايكونومكس وبوليتكس، ايكونومكس يلا وسوشيال، او جزء ايكونومك وجزء بوليتيكال وجزء ايه؟ سوشيال. حلو كده؟ طيب لما بنيجي ندرس الحاجات دي بندرسها على مستوى محلي؟ بندرس الدوله من جوه ولا بندرس علاقات الدول ببعض؟ يبقى هندرس الكلام ده كله على مستوى دولي. يعني مستوى دولي يعني علاقات الدول ما بينها وما بين بعض. حلو؟ لما نيجي نقول ادم سميث، ادم سميث ده مين؟ بيقولوا عليه ذا فاذر اوف ايكونومكس، ابو علم الاقتصاد. ابو علم الاقتصاد دي تشتمه دي ولا ايه؟ تمام؟ يعني مؤسس علم الاقتصاد، مؤسس يلا؟ حلو. وهو كمان مؤسس الراسماليه. اوكي؟ الترديشن اللي فشلت وبعد كده طورناها. يجي بقى دكتور اسمها بروفيسور، اللي اسمها موجوده عندكم في اول سطر في الصفحه الثانيه. بروفيسور هبقى كتير بقول احنا فين عشان تبقى مركز معايا عشان لما تعرف تتفرج على الفيديو. في الصفحه الثانيه اول سطر بروفيسور تمام؟ سوزان سترينج. سوزان يلا؟ دي دكتوره انجليزيه او بريطانيه هي اللي ينسب اليها هذا العلم. اللي كتبت مؤلفات ومجلدات والدكتوراه بتاعتها في الاي بي، هي اللي طورت هذا العلم اللي هو ايه بقى؟ انترناشونال بوليتيكال يلا؟ تمام؟ او انترناشونال بوليتيكال ايكونومكس، الاثنين صح. جميل؟ بتقول لي بقى سوزان سترينج، طب شايف ايه اسامي العلوم مهمه؟ جدا. انت بتدرس ايه؟ قانون هنا ولا علم؟ علم، ده علم، يبقى اسامي العلوم مهمه، تمام؟ طب اعمل ايه؟ انا هقابل اسامي علماء كتير، نقرا معانا اسم العالمه دي بس، وهي اهم عالمه عندنا، تمام؟ لان هي مؤسسه تعتبر الاي بي. طب احفظ الاسامي دي ازاي؟ خد عندك كذا طريقه، تمام؟ اول طريقه اسمها الروابط الذهنيه. ان انا مثلا بنسى يا شادي، انا بنسى الاسامي، ده انا بقابل واحد اجي تاني واقول له باشا، باش، بقيت حياتي اقول له باش، وافضل معشوش اقول له اسمك ايه؟ هو قال لي اسمه مره وانا نسيته، تمام؟ في طريقه الاولانيه ان انا افتكره بحد انا عارفه قبل كده، يعني مثلا انا سعد، سعادتك اسمك ايه؟ جمال. الله ده انا كان في ثانيه اعدادي جنبي قعدت في الفصل اسمه جمال، يبقى جمال ده زي اللي كان جنبي في ثانيه ايه؟ اعدادي. دي طريقه. طب انا ما كانش عندي حد اسمه سوزي، تمام؟ سوزان سترينج، سوزان سترينج، انا ما فيش حد في حياتي اسمه سوزان، تمام؟ في ناس خلاص في مصريين اسمهم سوزان، تمام؟ مرات انور السادات كان اسمها سوزان، تمام؟ طيب طب اجيب ممكن اربطها كده ان سوزان زي مرات انور ايه؟ السادات، فاهم قصدي؟ فانا افتكرها. دي الطريقه الاولى اسمها طريقه الرابط الذهني، طريقه الايه؟ الرابط الذهني. طيب ما عنديش حد، الداتا بتاعت مخي مش جايبه حد، خد بالك لازم تكون حد تعرفه قبل كده عشان تربط المعلومه بمعلومه قديمه.
اسمها ربط المعلومات ماشي. تاني طريقه هي انك تخلق حاجه بتضحك، تخلق حاجه يلا بتضحك اللي هو مثلا السوزي تمام، معجب السوزي طيب. طب يا عم انا ما بعرفش اضحك يا عم، انا اصلا بهبقى. بص انا بتضايق من نفسي، انا اصلا رخي تمام. طب اعمل ايه؟ هات حاجه غريبه، هات حاجه يلا نبدا نلاحظ حاجه في الكلمه. الاثنين بادئين بحرف ايه؟ سوزن سترينج. الاثنين بادئين بحرف ايه؟ اس. مش عارف تفتكرها معاهم اي ملاحظات؟ اس واس. طب في حاجه كمان اسمها سوزن سترينج، ده معناه ان هي سوزان الغريبه وليه اسمها كده؟ ده هم بيسموا زينا البغل والفحل وغريب. مين غريب؟ عارفين فيلم كتكوت؟ غريب تمام. عشان اعلمك ادوات، ادوات طريقه تسهل لك المذاكره وتخلي لك المذاكره بالنسبه لك سهله. متفقين؟ حلو قوي. انهي بقى طريقه مش هادي اللي تكسبه؟ العب. المصريين يقولوا كده بالبلد، الطريقه الاسهل ليك تعامل بيها يا استاذ ماشي. يلا بينا. يبقى سوزان سترينج قالت ايه؟ هي اللي قالت تعريف الانترناشونال ميديكال اكونومكس، هي اللي قالت تعريف الاي بي. في تعريفات كتير بس احنا هنعتمد، او الدكتور سلمى خالي هيعتمد التعريف ده. يلا سوزان سترينج. الفقرتين هم التعريف، مش الفقره الاولى بس، الفقرتين دول هم التعريف. يبقى احنا يلا الصفحه رقم 2 هناخد اول فقرتين تمام، اللي هم الاربع سطور دول. يلا بينا. بيقول لك ايه؟ بروفيسور سوزان سترينج هاز ريتن ذات، كتبت وقالت تمام ذات ان الاي بي، الاي بي اللي هو مين؟ ها اسمع بسرعه، الناس اللي بتذاكر ماشي؟ لغايه بعد كده بنقول الاي بي بس احنا موجودين في مخنا. ماله؟ ها؟ كونسيرنز بيهتم، وانزل معاها ثاني سطر هتلاقي ايه؟ سوشيال، بوليتيكال، ايكونوميك، كل دي صفات، كل دي ادجكتيفز. لما اجي اقفش اقفش المصطلح الاول تمام؟ ها يلا، علم الاي بي اي بيهتم بايه؟ فين فين الناون؟ فين المصطلح؟ في تاني سطر اللي هو فين؟ ارينجمنت اللي هو مين يلا؟ يبقى علم الاي بي اي بيهتم بارينجمنت اللي هي تنظيمات وقواعد، تنظيمات ايه؟ قواعد. انهي قواعد؟ قواعد ايه؟ نرجع بقى نجيب الصفات. قواعد يلا؟ سياسيه واقتصاديه واجتماعيه تمام؟ سوشيال وبوليتيكال وايكونوميك. كاني بقول كده سوشيال ارينجمنت، بوليتيكال ارينجمنت، انا كمان ايكونوميك ايه؟ علم الاي بي اي بيهتم بيه التنظيمات والقواعد السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه جوه البلد ولا على مستوى دولي؟ ده اسمه انترناشونال يا باشا تمام؟ يبقى على مستوى دولي تمام؟ افكتنج اللي بتاثر النظام العالمي، اللي بتاثر على النظام يلا العالمي جلوبال سيستم من حيث الانتاج. انا مش بقول مصر هتنتج ايه، لا دول العالم كلها بتنتج ايه تمام؟ برودكشن اكستشينج، طب بعد كده هيبدلوا مع بعض ويحصل عمليه توزيع ديستريبيوشن. زي ما نلاقي مثلا كوريا بتصنع سامسونج، امريكا بتصنع الايفون اللي هم اهم موبايلين في العالم دلوقتي سامسونج والايفون، مع ان اصلا معظم مكونات، معظم المكونات بتاعت سامسونج وبتاع الايفون بتصنع في الصين. يجيبوها يجمعوها وبعد كده يبداوا ايه؟ يبيعوها. فالعالم بقى متداخل جدا وبقى بيساعد بعض قوي تمام؟ ولذلك بقى مهم علم الاقتصاد السياسي الايه؟ الدوله. ما زلنا في التعريف يلا. الارانجمنت ايه؟ ثلاث حاجات اللي هم يلا سوشيال بوليتيكال ايكونوميك، سوشيال بوليتيكال يلا عندنا قواعد سياسيه واجتماعيه وايه؟ واقتصاديه. هذه القواعد يلا في ثاني باراجراف ما زلنا في التعريف. هذه القواعد او تلك القواعد او تلك التنظيمات and those arrangements are not divinely ordained. are not يلا؟ divinely يعني حاجه الهيه. ordained زي organized، ordained زي ايه؟ زي لم يتم تنظيمها من الله. لم يتم تنظيمها الهيه، يبقى القواعد دي من الله ولا من وضع بشر؟ من وضع بشر. تمام؟ بعدين من الله من وضع البشر، من وضع البشر تمام؟ كنا بنقول ايه؟ هقول تاني. بيقول لك هذه القواعد اللي هي القواعد اللي يلا الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه لم يتم وضعها من الله، يعني مش جايه من الشريعه المسيحيه ولا جايه من الشريعه الاسلاميه، مش جايه من عند ربنا، مش قواعد جايه من عند ربنا. ما القواعد مين اللي عملها؟ البشر. البشر تمام؟ لما اقول not divinely ordained يعني not divinely organized، not يلا يعني لم يتم تنظيمها من الله، مش جايه من الشريعه الاسلاميه او المسيحيه او اي شريعه الهيه تمام؟ اوردينت كفيرب زي اورجنايزد زي ايه؟ ولكن بيجي دايما مع الصفه الالهيه. بيجي دايما مع الله للتعظيم الحاجات اللي فيها طابع ديني. يعني ينفع اقول نوت ديفاين اورجنايزد هي لم يتم تنظيمه الهيا، لم يتم تنظيمه يلا الهيا. طب اي حاجه فيها ديفاين يبقى حاجه ايه؟ الهيه. انا بقى بقول نوت، بقول يلا نوت. طب جت بالصدفه بعدها هل القواعد اللي هي بتاعت الاي بي اي جت بالصدفه؟ لا نوت برضه باي بلايند تشانس، نوت باي يلا يبقى الهيه دايما عند ربنا ولا جت بالصدفه. امال كده ازاي؟ جت في تاكس؟ راح في كلاكس؟ امال كده ازاي؟ تمام؟ من وضع بشر. الله عليك، مين قال الكلمه دي؟ قول لي اسمك تاني. اتيمو. حبيبي يا تيمو. بص
معنى كده ان هي قواعد من وضع البشر. لا وكمان قال كلمه حلوه قوي، قال تجربه بشريه، لان البشر هيقعدوا يعكوا، يحطوا قواعد ويغلطوا ويطوروا، يحطوا قواعد ويغلطوا ويطوروا، فجت نتيجه من وضع البشر والقرارات المتتاليه. ولسه غير النهارده العلم ده بيتطور، ماشي؟ يبقى اذا نعمل اكسين وصح. يلا نعمل ايه؟ هل هي ديفايندنج؟ لا، اكس فوقيها مش عليها، فوقيها كده زنطوطه. هل هي بلايند تشانس جت بالصدفه؟ لا برضه. امال جت ازاي؟ بهيومن ديسيجنز، مان ميد ديسيجنز، ده اللي هنقوله بقى دلوقتي، تمام؟ رادر بدلا من ذلك قواعد الاي بي اي دي ار ريزلت اوف هيومن ديسيجن تيكن. هيومن ديسيجن يلا قرارات بشريه وتجربه بشريه والصواب والخطا، ونغلط ونتعلم، تمام؟ على مر الاف السنين. اذا ان كونتكست في سياق مان ميد ديسيجنز او مان ميد حاجات من صنع الانسان، ايه بقى من صنع الانسان؟ مؤسسات انستتيوشنز وكاستم، مؤسسات يلا وكاستم، الاعراف والتقاليد اللي بيحطوها البشر والقواعد زائد انستتيوشنز ومؤسسات، الدوله، البنوك، البنك الدولي، الحاجات اللي البشر عملوها على مر الايه؟ التاريخ، ماشي؟ هي دي اللي علمتنا وحطينا قواعد ونقدر نتعلم تمام؟ وصلت؟ يبقى يجي الامتحان يقول لك ايه؟ القواعد او اي بي اي، الرولز او الارانجمنت، الرولز او الارانجمنت، تمام؟ تعتبر نقط ديفاينلي اورجانيزد او ديفاينلي اوردينت ولا باي بلايند تشانس ولا مان ميد؟ مان ميد. فانا بفهم مش بحفظ كل حاجه، بحفظ المصطلحات، هلاقي الموضوع سهل جدا، ماشي؟ خصوصا لو ذاكرت في نفس اليوم، فالمعلومات تثبت اكتر، اوكي؟ معانا، يلا بينا. It is concluded، نقدر ان احنا نستنتج، هنعمل ايه بقى؟ بقيه الدرس قايم على التعريف. هنستنتج من الديفينيشن حاجتين، دايمنشنز كاركترستكس، هنستنتج يلا، مين اللي عرف؟ الحاجه سوزان سترينج وعائلات سترينج، سلام كبير قوي لسترينج، ماشي يلا؟ يبقى عندنا الحاجه سوزان سترينج عرفت ايه؟ حد كده يقول لي التعريف من غير ما يبص؟ ها؟ بتقول ان الاي بي اي بيهتم بالارانجمنت، بيهتم يلا؟ الارانجمنت دي ثلاث حاجات مهمه يلا؟ سوشيال ايكونوميك بلوكر، مش مهم ترتيبهم، سوشيال ايكونوميك بلوكر. بتنساهم هاتهم بالتعريف. اكيد عندنا بلوكر، واكيد عندنا ايكونوميك، ونزود معاهم مين؟ سوشيال، هندسه البشر. سهله دي؟ حلوه قوي، تمام؟ على مستوى محلي ولا مستوى دولي؟ دولي طبعا، بس انترناشونال. خلاص؟ طب القواعد دي من وضع الله ولا بالصدفه ولا من وضع البشر؟ من وضع البشر. مفيش تعريف. فتربط معلوماتك وتبقى فاهم قبل ما تبقى حافظ، تحفظ مصطلحات فقط، تلاقي الدنيا مانجا وسهله ولذيذه، تمام؟ حلو قوي. خش على بعض، هنستنتج من التعريف كلودد ذات عندنا دايمنشنز، احنا دايما بنقول الجوانب، لكن الدكتور بيقول ابعاد، وهي من الاثنين معنى واحد، لما بنقول اسبكتس او ساينس، اسبكتس او يلا، هنا مقصود دايمنشنز، تمام؟ هناخد دايمنشنز ثم كاركترستكس ثم خلصنا، يلا بينا؟ يلا بينا. دايمنشنز بتاعت مين؟ احنا ورانا غيره. اي بي اي درس النهارده، احنا هنمسك الاي بي اي نعصره نطلع كل اللي جواه، تمام؟ يلا بيقول لك ايه؟ عندك اربع نقط زي ما انت شايف. تعال نطلع الابعاد، عارف لما تيجي تبص العربيه؟ من هنا السقف، من هنا للسلم الثماني، من هنا في البابين والكاوتش، فانا لما ابص الحاجه بجيبها من كل الجوانب. فانا برضه عايز اجيب الاي بي اي من كل الجوانب، يلا نجيب الاي بي اي من كل الجوانب. اكيد اكيد هاتهم بالترتيب، اكيد اكيد هو محلي ولا دولي؟ دولي. جانب فيه؟ اثنين، اكيد اكيد في جانب واكيد اكيد في جانب. يبقى الجانب الرابع بقى ايه؟ سوشيال. ليه؟ لانه بيدرس مين؟ بوش سوشيال. حفظتها ولا فهمتها؟ صح ازاي؟ جميل، حلو قوي قوي قوي. يلا اول جانب يلا. It is international. مين ده؟ التعليق على مين؟ على اي بي اي، احنا غيرهم، تمام؟ يلا. It is international. اي بي اي is mainly. انا معتقد دايما على التخطيط من ورق من السنه اللي فاتت. الجديد ان انا في الورق بعمل مربعات ومستطيلات زي شايفين كده طلعهم لي بسرعه من اول وهله. موجوده مرتين صح؟ يبقى از مينلي كونسيرنينج ان ذا فصل الثالث از مينلي ايه؟ يعني بيهتم بصفه اساسيه هنا في حاجتين اهم. الاثنين حاجات دوليه، الاثنين حاجات يلا. يبقى ليه الاي بي اي دولي؟ يلا سببين اهم، ماشي؟ لانه كونسيرنينج ويز ستارينج اند اكسبلورينج ايكونوميك ريليشنز، بيدرس العلاقات الايه؟ الاقتصاديه. ها ما بين الافراد والاشخاص جوه الدوله ولا ما بين الدول؟ علاقه دولي، لانه في علاقات دوليه ما بين الدول، ازاي بيتعاملوا، ازاي بيتبادلوا، ازاي ممكن يحصل مشاكل ما بينهم، ازاي نحلها، ها ازاي يحصل استيراد وتصدير كده. يبقى بيز ايكونوميك ريليشنز بتوين ان وان ستيتس. الدكتور هيتكلم على الاكسبريشن ده كتير قوي، نركز. يعني ايه بتوين؟ بتوين يعني ما بين كام حاجه؟ اثنين. طب يعني ايه امانج؟ ما بين اكتر من اثنين، ثلاثه او اكتر. فيقعد يقول لك بتوين ان وان ستيتس او بتوين ان وان نيشنز، يبقى مقصود ما بين دولتين او اكتر، ماشي؟ اذا وير ايكونوميك، حيث ان الايكونوميك ايشوز اند بروبلمز، المشاكل والمسائل الاقتصاديه مي افكت، يمكن ان تؤثر على ذا هول وورلد. ذا هول يلا
world, not just a few states, وليس فقط مجرد بعض الدول. ايه ده هو بقى ممكن يحصل مشكله؟ كان زمان الدول في العصور القديمه فين وفين لما تعرف تروح لبلد تانية وتجيب فيها عربيات ولا طيارات ولا قطارات، فكان السفر صعب. فكان عشان يحصل مرض وينتقل من دوله تانية ده بياخد وقت كتير قوي، تمام؟ وحصل اوبئه قبل كده بس هي منتشره في حته، في منطقه معينه في اسيا، في منطقه معينه في اوروبا. لكن النهارده في مشكله حصلت 6-7 شهور اللي فاتوا اثرت على العالم كله. ده هو مولد مين دي؟ ملعونه كورونا، صح كده؟ طب ده ليه؟ لان هي ظهرت فين؟ حلو قوي. يبقى الفيروس نفسه اسمه كوفيد 19 زي ما احنا عارفين، وكلمه كورونا لانه هو تحت الميكروسكوب على شكل تاج، وكورونا اصلا يعني تاج، ماشي؟ في اللغات القديمه اليونانيه واللاتينيه. معنى من كل ده ممكن يكونوا انتوا عارفين. نخش في البوينت الاساسيه. الصين كانت متاخره جدا، خلاص؟ بعد الحرب العالميه الثانيه، وكانت دوله زراعيه كمان. فقررت ان هي تبقى من الدول العظمى، وهي خارجه منتصره بالحرب العالميه الثانيه، ولكنها كانت اقلهم في القوه، اقل من امريكا، اقل من روسيا، تمام؟ فقررت ان هي تبقى دوله قويه. جاي من ورا، عارف بص العربيه اللي جايه من السباق، ولا اللي جايه بيجري من ورا، وفي الاخر هوبا هيكسب السباق. الصين بتعلن ان هي في 2025 او بالكثير على 2030 هتبقى من اقوى دول العالم، بل هي هتبقى اقوى اقتصاد في العالم، حالا يا روح الدنيا اصلا. كقوه ايه؟ اقتصاديه، كقوه ايه؟ اقتصاديه. طيب وبالتالي الصين بقت مصنع العالم في اخر 10 سنين، يعني مصنع العالم في اخر 10 سنين تتقدم لغايه ما المركز رقم 2. فهنا الصين مصنع العالم، يعني ايه؟ يعني بتصنع انضف سلع وباقل مساعة. يا عم مش هتقدر المنتجات الصيني معفن، ما عادش الكلام ده كان زمان، دي سمعه قديمه. الصين بتعمل انضف حاجه واقل حاجه، انت بقى براحتك تشتري اللي انت عايزه، لان الموبايل بتاعهم عندهم انضف موبايلات واقل موبايلات. يا باشا اجزاء كتيره جدا من الايفون ومن السامسونج اصلا متجمعه فين؟ في الصين، متخيل؟ فاهم؟ فهم بيعملوا احسن منتجات في العالم، اوكي؟ وبيعملوا برضه اسوء منتجات في العالم، انت حر بقى تشتري اللي ايه؟ اللي يناسبك، عندهم فرايتي، عندهم تنوع. فبما ان هي مصنع العالم، فوانس صنع بيع، ادي في الطياره يلا ها، او في السفينه، صدر صدر بيع لكل دول العالم. فلما الفيروس بدا هناك كان منتشر في كل ايه؟ العالم. تعالى نكمل كده، تاثر على العالم كله. لما الصين قفلت حصل تاثير كمان، اثر على العالم كله. اسعار البترول قلت، اسعار اليلا ازاي؟ سعر برميل البترول كان 100 دولار وساعات اكتر، سعر برميل البترول كان 100 دولار او اكتر. لما الصين قفلت لاكتر مستهلك للبترول في العالم، اكتر مستهلك للبترول، كان في دول كانت بتاخد رقم الاول في العالم، يعني الصين اكتر مستهلك للبترول في العالم. مصر اكتر مستهلك للقمح في العالم، احنا بنحب العيش، ماشي؟ فالصين لما قفلت بعد الكورونا معظم المصانع زي معظم دول العالم اللي كان عندها كورونا زي اصلا اللي حصل في العالم، فما عادتش بتحرق بترول. يلا طبق العرض والطلب، ها ايه اللي حصل؟ الطلب على البترول قل، ما عادش حد بيشتري بترول، ها فسعره قل، وصل لحاجه و20 دولار. الدول اللي بتبيع بترول كانت بتصوت، تخيل كنت بتبيع حاجه ب 100 دولار او اكتر ساعات، دلوقتي بتبيعها بكام؟ بحاجه و20 دولار ومش لاقيين كمان حد يشتري. انت متخيل؟ فدي حاجه اثرت على العالم كله، يبقى العالم بقى متداخل وترابط لدرجه ان كل دلوقتي بيأثر في بعضه، ماشي؟ وبالتالي مصيبه زي دي بتأثر على العالم كله، نحلها لوحدنا؟ ما نقدرش، امريكا تحلها لوحدها؟ ما تقدرش، وبالتالي دول العالم كلها تتعاون على مستوى دولي عشان نحل المشكله ايه؟ الاقتصاديه، فهمنا؟ ما بحبش اشرح نظري، لازم يبقى عندنا دايما امثله ربطنا بالواقع ونفهم اللي بيحصل حوالينا، ماشي؟ اذا also اي بي معاك ثلاث سطر، also اي بي mainly concerned with studying under what conditions وفقا لاي ظروف does a highly interdependent economy وفقا لاي ظروف بندرس برضه، يبقى احنا درسنا العلاقات ما بين الدول، العلاقات ما بين يلا دول، بندرس ايضا under what conditions معايا؟ under what conditions في السطر الرابع في النقطه رقم واحد في international under what conditions does a highly interdependent economy emerges. امتى يظهر عندي اقتصاد متداخل؟ اقتصاد ايه؟ زي الاقتصادات، العالم كله بقى متداخل، العالم كله بيحتاج لبعض، العالم كله محتاج للصين، العالم كله محتاج للسعوديه وايران وفنزويلا عشان نشتري منهم بترول وهكذا، العالم محتاج لبعض. فيظهر عندي حاجه اسمها الاقتصاد العالمي او الاقتصاد الدولي اللي هو الجلوبال ايكونومي او الانترناشونال ايكونومي، تمام؟ جلوبال بوليتيكال ايكونومي، جلوبال يلا بوليتيكال ايكونومي او الانترناشونال بوليتيكال ايكونومي، اوكي؟ خش على ثاني نقطه، كنا بنتكلم في ايه؟ دايمنشنز، دايمنشنز بتاعت مين؟ الاي بي، اول دايمنشن هو الانترناشونال، ثاني دايمنشن هو بوليتيكال، يلا نمسك ليه الاي بي يعتبر حاجه سياسيه؟ ليه بيتكلم في السياسه؟ لان بيتكلم في دور الدوله وتدخل الدوله، الدور ده يلا والدول بقى كل دوله عندها قوه بتحاول تاثر على الدوله اللي جنبها، انا جاي اخش معاك في علاقه فكل واحد عايز يكسب، كل واحد عايز يكسب ايه؟ اكتر. فهنا تظهر السياسات ما بين الدول، السياسات ما بين يلا الدول، يلا بيعمل لك ايه؟ اتس بوليتيكال، مين؟ اي بي اي ستادز اند اناليز، بيدرس وبيحلل ضروري في ستيت، ذكرت السياسه لما ذكرت دور الايه؟ الدول وقوه الدول، ماشي؟ ضروري في ستيت باور، ضروري يلا ستيت باور، قوه ودور الدوله. في ايه؟
تمام؟ يلا ان ان شايفينه؟ ان مرتين اهو. ان ايه؟ الاستابلشنج اند اورجنايزيشن اوف ذا ماركت، في تنظيم السوق العالمي والبيع والشراء على مستوى عالمي، اند ان ميكينج ديسيجن، وفي اتخاذ الايه؟ القرارات، تمام؟ ان ميكينج ديسيجن اباوت ايكونوميك بروبلمز. طب انا ليه بتخذ قرارات؟ وهي ايه المشكله الاقتصاديه؟ ان الموارد ليميتد، لكن النيدز بتاعت العالم مهما كان عندنا موارد في الكره الارضيه مش مكفينا كبشر، عمالين نكتر ونزيد واحتياجاتنا بتزيد، تمام؟ وبالتالي عشان نواجه in order to meet in order to meet in order يلا to meet to meet what major questions. انا عارف السطر التالي واحده واحده نجيبه تاني من الاول. تاني يعني ايه political؟ يعني بدي اركز على ايه؟ في كلمه واحده state power. ركز على يلا state power. ليه؟ state power ده من كام حاجه؟ اتنين، هنظم واتخذ قرارات. هنظم مين؟ يلا ان هنظم مين؟ السوق. ها واتخذ ايه؟ قرارات عشان احل المشكله الاقتصاديه. الموارد اللي عندي قليله، طب اعمل ايه؟ رتب اولوياتك يا باشا. وقت قليل يا باشا مش ملاحق، رتب اولوياتك واعمل الحاجات الايه؟ المهمه وضحي بالحاجات الاقل اهميه، تمام؟ وبالتالي عشان نحل المشكله الاقتصاديه، طب ليه بحل المشكله الاقتصاديه؟ ليه بتخذ قرارات؟ ما تسيبها ماشيه كده اهو مع نفسها، لا يا باشا دي حاجه مهمه جدا، تمام؟ يبقى in order to meet the major question، in order يلا to meet the major question عشان نواجه المسائل الاساسيه والمشاكل الاساسيه. اللي هي ايه بقى؟ What to produce؟ How to produce, when to produce, who gets what is a produce. هننتج ايه وهننتجه لمين وهننتجه ازاي؟ تمام؟ تيجي الصين تزود صناعه الموبايلات. ما كانش اصل صناعه الموبايلات دي موجوده من 30 و40 سنه. تمام؟ اشمعنى بنعملها دلوقتي؟ بقت احتياج عصري خلاص، كل الناس بقت محتاجه التواصل مع بعض، تمام؟ فبالتالي انت بتقرر هتنتج ايه بالموارد اللي عندك، مش بس دوله، دول العالم كلها بتلاقيها رايحه في ايه؟ في اتجاه ما حسب التغير الثقافي في العالم، ماشي؟ نكمل. ايه تاني؟ بيقول لك لما احنا هنواجه الاسئله الاساسيه اللي هي what و how و when and who gets what is produced thus، ولذلك عندنا حاجه اسمها political process. يعني ايه political process؟ العمليه السياسيه اللي هي اتخاذ القرارات وتنظيم السوق، تمام؟ involves ستشمل لما بيجي الدوله، الدول بتاخد قرارات مع نفسها ولا الشعوب ليها دور؟ والاحزاب السياسيه ليها دور؟ وفي شركات عملاقه بتتكلم في مليارات برضه ليها دور، تمام؟ وفي في العالم حاجه اسمها جماعات الضغط زي اللوبي الصهيوني مثلا، شويه ناس معاهم فلوس يتجمعوا ويبداوا يضغطوا. يعني مثلا في شويه ناس من اللوبي ورا ترامب عايزينه ايه؟ ينجح في الانتخابات الامريكيه عشان لو كسب هيحقق ايه؟ مصالحه. طب لو ترامب كسب ده رئيس اقوى دوله في العالم، ليه توجهات هياثر على كل دول العالم، ممكن يبقى فرد بسبب انتخابه ترامب ياثر على اللي هيحصل في العالم كله. مجموعه او حزب سياسي او جماعه ضغط، يعني جماعه ضغط؟ لوبي، يعني مجموعه من الناس ليهم تفكير معين ومعاهم شويه فلوس بيضغطوا في اتجاه معين، بيأيدوا حد معين. تنتخبوا من كامبوره، بيجي كامبوره بيبقى يكسب يبهدلنا كلنا، تمام؟ يلا المهم بيجي بعد كده يقول لك ايه؟ ذس البراكتيكال بروسيس بتشمل، يبقى لو احنا انتخبنا كامبوره اللي هو ترامب، تمام؟ ده رئيس اقوى دوله في العالم، فده هيأثر علينا ايه؟ كلنا. مين بقى اللي بيأثر على العمليه السياسيه في العالم؟ يلا نرقم الافراد ليهم دور، خصوصا في الدول الديمقراطيه، تمام؟ الفيديوز مين كمان؟ بيزنس، الشركات، خصوصا الشركات اللي ايه؟ العملاقه، تمام؟ باشا شركه زي شركه ابل مقرها لو شفته خلاص اولموست فينشد، يعني بينتهي، بتكلف 5 مليار دولار. مقر الامم المتحده، الامم المتحده اللي هي اهم منظمه في العالم، ما كملش 5 مليار دولار. انت لو شفتها بتعقد من كتر الجمال ومن كتر الحلاوه ومن كتر التالق، يعني مش ممكن الشركه دي بتعمل ايه؟ خلاص؟ ففي شركات عملاقه بتاثر على اللي بيحصل في العالم، تمام؟ بيزنسز، ايه كمان؟ بوليتيكال بارتس، بوليتيكال يلا بارت الاحزاب السياسيه، تمام؟ اند لوبي جروبس وجماعات الايه؟ الضغط، اللي هم زي المثال بتاع اللوبي الصهيوني، ماشي؟ اللي عايز بيؤيد ترامب، ليه؟ عشان بيحقق لهم مصالحهم، ليه؟ هم مغتصبين ارض فلسطين، فيجي ترامب يقول لك والله يا باشا انا هنقل سفاره امريكا في القدس، فهو كده الاثنين بيتشكلوا على القدس، عامه الارض كلها مهمه، ارض فلسطين، بس اهم حاجه القدس، خلاص؟ لانها لها طبيعه عندنا وتاريخ واسلاميه وكده. يوم لما انا هنقل سفاره امريكا ونقلها فعلا فين؟ في القدس، فهو كده هنا بيدعم مين؟ صانع ليه؟ لانهم بينتخبوه، تمام؟ فاي حاجه بتحصل في العالم دلوقتي بقى بتاثر في بعض، العالم كله بيأثر في بعض، ماشي؟ خش على بقى الاي بي اي عنده كام دايمنشنز؟ 6 ولا 7؟ 4 صحصحه، تمام؟ يلا 4 يبقى عندنا اللي هم مين يلا؟ اول حاجه الاي بي اي يعتبر انترناشونال، ثاني حاجه يلا الاتيكيت، وثالث حاجه ايكونومي، تمام؟ وكمان هيبقى فرض على الفيزا شيب. بيرفكت يلا It is about economics. علم الاقتصاد السياسي الدولي اكيد بيتكلم في الاقتصاد برضه، تمام؟ بعد ما بتاخد قرارات يلا بقى ننفذها.
هننتج ايه وهننتجه ازاي، خدنا القرارات دي، يبقى يلا بقى ايه ننفذها. تمام؟ بيقول لك ايه اي بي اي ريفيرز الاقتصاد السياسي الدولي بايه؟ بيشير لايه؟ ستادينج هاو سوسايتيز، هاو يلا ازاي المجتمعات. وهتلاقي عندك 3 فيربس، يلا نرقمهم، يلا نرقمهم. الوكيتس يعني الوكيتس يوزع ويخصص او يوجه، يوزع ويخصص ويوجه. هوجه الموارد اللي عندي اللي هي الايكونوميك ايه؟ ريسورسز، هوجهها ليه؟ عشان انتج سلع وخدمات. تمام؟ يبقى عشان بعدها الرقم 2 هتبقى ايه؟ الجودز والايه؟ والسيرفيس، عشان يبقى عندي ديستريبيوت الاوتبوت. فين عشان الجود والسيرفيس؟ مع الاوتبوت دي هي مين؟ الجود والسيرفيس. الاوتبوت دي هي الجود والايه؟ السيرفيس. انا بستخدم الموارد اللي عندي عشان اطلع المنتج او ناتج. ايه هو بقى الناتج؟ ايه هو الاوتبوت؟ يلا ايه هو الاوتبوت؟ لازم تبقى عارف الكلمات وبدلها معلم، خلاص اللي هي الجودز والايه؟ سيرفيس. طيب مين يجيب لي كلمه واحده بدل ايكونوميك ريسورسز؟ انا هستخدم ايه عشان اطلع اوتبوت؟ الاوتبوت اللي هو الجودز والسيرفيس، السلع والخدمات. ايه بقى اللي انا بستخدمه؟ الموارد، حديد، ذهب، بترول، صح كده؟ ادخل كل ده في عمليه الانتاج يقوم مطلع لي الجودز والايه؟ سيرفيس. يبقى بدخل ايه؟ ريسورسز عشان اطلع اوتبوت. ها؟ بدخل انبوت. يبقى ريسورسز هي اياها انبوت، صح كده؟ اكتبوها، المفروض عارفين الكلام ده كله من سنه اولى، بس الكلام ده كان دروس في سنه اولى، دلوقتي بيعدي كده علينا مرور الكرام، بس احنا عارفينه. ده ممكن يجيبها لك في الامتحان بدل ريسورس يجيبها لك انبوت، تمام؟ يبقى انا بستخدم الانبوت عشان اطلع اوتبوت، تمام؟ واقول له بطريقه ثانيه، بستخدم الموارد اللي هي الريسورسز، ده بحليب بترول غاز طبيعي ليه؟ عشان اعمل ايه؟ عشان اطلع الجودز والسيرفيسز اللي انا محتاجها. بيرفكت؟ اصلي. تمام؟ بعد ما اطلع الجودز والسيرفيس، الكلام ده انا عايز اعمله يوم يومين وعايش بقيه الشهر شحات، ولا عايز اكون استمراريه؟ طيب عشان اتشيف سستينبل ديفلوبمنت، اتشيف ايه يلا؟ سستينبل ديفلوبمنت، يعني اتشيف سستينبل ديفلوبمنت اضمن التطور المستمر. ما تبقاش واحد بيكسب 10,000 جنيه في الشهر وفي الاخر مش لاقي تاكل. ممكن واحد بيكسب 1000 جنيه بس في الشهر بس بيقدر يكمل بيهم ايه؟ شهر. الشطاره في الاستمراريه، الشطاره في الايه؟ الاستمراريه. يبقى زي ما كنا بنقول يلا الدايمنشنز، الدايمنشنز بتاعتنا يلا حد في كده تطلع الاول دايمنشن ايه؟ الاسم اي بي اي. ايه الدايمنشن بتاع الاي بي اي؟ اول حاجه قلنا اسم حاجه ايه؟ بوليتيكال. ثالث حاجه ايكونوميك. ولان بندرس البشر يبقى في سوشيال. يلا يا باشا نجيب المطرقه، تمام؟ سوشيال. اتصالات في حروف تسهل لكم المذاكره يعني، برضه اعملها كده لنفسك. هتلاقي مثلا طلع عندك كلمه اسمها ايه؟ ايبس مثلا. في الجامد براحتك، مش عايز تستخدم الطريقه اللي استخدمهاش، بس دي طريقه. انا هطلع الحروف الاولى من الدايمنشنز هيطلع منهم كلمه، تمام؟ ايبس، البس، اي ما يكون انت بخيالك، ماشي؟ ايبس، بس 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 يا كابتن، اي بتاع، ماشي؟ المهم تفتكرها، خلاص؟ او تجيب من المصطلح نفسه. اهو انترناشونال، بوليتيكال، ايكونومي، ها؟ وبعد كده عندنا يلا سوشيال، انا بدرس البشر. الطريقه اللي تكسبه تمام؟ انت وخيالك. يلا شوف خيالك جايب لك لفين بقى. يلا بينا نخش على النقطه الرابعه او الدايمنشن الرابع او البعد الرابع الجانب الرابع، تمام؟ يلا الاي بي اي افكتس بيؤثر على اند هاز كلوزلي افكت. ايه ده؟ مره فيرب اكتف ومره فيرب باسيف. بيؤثر ويتاثر بايه؟ بيؤثر ويتاثر بمين؟ بيأثر في مين؟ بيتاثر في مين؟ هم حبوا بعض، بياخدوا يدوا مع بعض زي السكينه في الحلاوه. ها يلا مين ده؟ بيأثر وبيتاثر. اي بي اي في ثاني سطر هتظهر. بيأثر وبيتأثر في مين؟ بيأثر في المجتمع والاقتصاد، وبيتأثر بمين؟ بالمجتمع والاقتصاد، تمام؟ يبقى الاي بي اي افكتس يلا في سوسايتي وافكتد باي مين؟ باي سوسايتي. فاهمين قصدي؟ نجيبها تاني الاي بي اي احنا في النقطة الرابعة أول سطر. اي بي اي افكتس اند هاز بين كلوزلي افكتد. اند هاز بين كلوزلي ايه؟ يبقى بيؤثر وكمان بيتأثر، لا ده بيتأثر بشدة كمان. بمين؟ بالمجتمع والاقتصاد. هتلاقيها في ثاني سطر المجتمع والايه والاقتصاد. نقراها بقى تاني كلها على بعض، خلاص؟ يلا الاي بي افكتس اند هاز بين كلوزلي افكتد باي ايه؟ ايه في المجتمع تحديدا؟ الفاليوز والنورمز، ماشي؟ والنيدز. بتاثر بالعادات والقيم والتقاليد والاحتياجات بتاعت مين؟ المجتمع السائده في المجتمع، لانها بتختلف المجتمع المجتمع. او مثلا تلاقي كل منطقه ليها عادات وتقاليد، اوروبا ليها عادات معينه، شرق اسيا ليها عادات معينه، العرب والشرق الاوسط ليهم عادات معينه وهكذا، تمام؟ حلوه جدا. خش على اللي بعده. درس اي نظريه هندرسها هنلاقي فيها كل الجوانب، هنلاقي فيها ايه؟ وهندرس نظريات كتير السنه دي في الاي بي لانه علم، ففي نظريات وفي علماء. يلا؟ ده ثيوري اوف اي بي اي ريكوايرز
جنرال كومبريهنشن، استيعاب شامل لمين؟ للسوشيال بروسيس، للسوشيال يلا العمليه الاجتماعيه، بحيث ان انت تشمل انهويتش انكلودز يلا انهويتش ده ايه بقى يلا ها لازم نجيبها دايما تبقى معانا اسبيكتس، ثلاثه اسبيكتس لازم يكونوا معانا من يلا سوشيال بوليتيكال وايكونوميك، سوشيال ايكونوميك بوليتيكال، بوليتيكال ايكونوميك سوشيال، ما فيش ترجمه عندي تمام، سياسي واقتصادي، سياسي واقتصادي واجتماعي وعلى المستوى الدولي، تعال نجيبه هنا اهو، سياسي اقتصادي واجتماعي، كل ده بندرسه على مستوى انترناشونال، بوليتيكال سياسي ايكونوميك اقتصادي سوشيال سياسي اجتماعي اللي بندرس البشر، وكل ده على مستوى دولي وعلى طاقه الدول ما بينها وبين بعض. كده خلصنا الايه؟ دايمنشنز. جينا نتكلم على ايه يلا؟ كاركترستكس. كده ختمت ماشي؟ الخصائص الدكتوره اللي عندك هنا كاتب لك حاجتين، حاجه اسمها دايناميك، حاجه اسمها يلا دايناميك، وحاجه اسمها مالتي ديسيبلينر. دايناميك هنختصرها في دي واي، ومالتي ديسيبلينر يعني متعدد ماشي، وفي ثلاثه مش مكتوبين هنزودهم او هنستنتجهم. يعني في الخصائص المكتوب عندك ايه؟ اثنين بس تمام؟ بس هنستنتج ثلاثه اضافيين. يلا بينا. بيقول لك ايه؟ الاي بي دي خصائص طبعا، مفيش حاجه مالهاش خصائص عندنا، هسيبك لما تدي خصائص تمام؟ دي بتتميز بايه؟ ايه اللي بيميز الحاجه دي؟ ايه اللي بيميز الاي بي اي تمام؟ فبيقول لك ايه؟ اتس دايناميك، ايه تي دي اي بي؟ النهارده الاي بي تمام كده؟ الاي بي از دايناميك، يعني دايناميك؟ متغير، متطور، ها؟ زي ما انت كنت قلت من شويه تجربه بشريه، كل شويه بيحط لي قرارات ونقدر نتعلم ونقدر نتعلم وهكذا. يبقى يعني ايه دايناميك؟ ترجمها لي كده ديناميكي، ما استفدت انا ايه كده؟ يعني ايه كمبيوتر؟ يعني كمبيوتر يا استاذ تمام؟ دي كده اسمها كلمة معربة، أنا عايز المعنى. ينفع على فكرة تترجم زي ديناميكي، تتكتب في الكتب الأكاديمية كمان. يعني. بس ديناميكي معناه متغير، مفعم بالحيوية، متطور، ماشي؟ ديناميكي، متحرك. ماشي؟ يبقى العلم ده دايناميك، العلم ده يلا؟ اه يعني تشينجز بيتغير اوفر تايم، بيتغير يلا؟ اوفر تايم، ماشي؟ مع مرور الوقت، خش على بعض. يعني تشينجبل، يعني يلا؟ سؤال يلا ممكن يجي لنا في امتحان. عكس دايناميك ستاتيك، عكس دايناميك يلا؟ ستاتيك، يعني ستاتيك؟ ثابت ستاتيك بتساوي فيكسد ثابت بتساوي كونستانت ثابت يلا ده الامتحان بيقول الاي بي اي الاي بي اس ستاتيك ولا فيكسد ولا كونستانت ولا دايناميك يعني الثلاثه دول اصلا بمعنى ثابت تمام ازاي؟ كل الاسئله دي هنزلها لكم، انا قلت هنزل كل اسبوع 10 اسئله على الاقل نتدرب اول باول. مش هنزلها في اخر الامتحان، انا هتدرب كل اسبوع اول باول. تمام؟ اسئله على الشرح. على الحصص بتاعت الاسبوع. هنزل. منهج. على الموبايل يعني وعلى الويب سايت؟ لا 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 عندنا من طريق التواصل، يدي لك الاسئله في الحصه يا على الجروب بتاع البيج في الفيسبوك، قصدك وسيله التواصل يعني. وسيله التواصل يا الحصه يا الجروب او الفيسبوك. تمام؟ نرجع لموضوعنا. المهم بس ان انت تحلهم واحنا مع بعض وهبقى بديك الاسئله والاجابه ما تقلقش يعني خلاص ده غير ان انا اصلا طول الوقت بدي اسئله في الشرح خلاص توكلنا على الله يلا يبقى عامل اي بي ها ثابت ولا دايناميك؟ دايناميك طبعا تمام طب نخش على بعده مالتي ديسيبلينري يعني ايه مالتي ديسيبلينري؟ يعني متعدد يعني الاي بي مش بيتكلم في السياسه بس اقتصاد بس لا سياسه واقتصاد واجتماع وكمان على مستوى العالم دولي صح كده؟ يبقى مالتي ديسيبلينري وير ات ستاديز ذا ارينجمنتس ترتيبات حياه البشر ارينجمنتس اوف لايف تمام ان اديشن تو ذا سراوندينج كونديشنز والظروف المحيطه يبقى حياه البشر والظروف المحيطه حياه البشر والظروف المحيطه ما البشر بيمشوا بلدهم ازاي؟ بالسياسه وبيحتاجوا ايه؟ الاقتصاد عشان يوفروا احتياجاتهم واصلا بيحتاجوا الاجتماع عشان ينظموا المجتمع انا بدرس كل اللي بيحصل في المجتمع فاصلا المعنى هنا ان هو بوليتيكال ايكونوميك يلا سوشيال وطبعا اكيد على مستوى دولي رقم 500 مره ماشي؟ طيب ناقص ثلاث خصائص اجيبهم منين؟ يلا ارفع شعار اقول ايه؟ اروح ادور يلا يلا نروح ندور اروح ادور انا بتكلم على خصائص مين؟ الاي بي طيب قلنا ان هو متطور ومتغير قلنا ان هو متعدد نجيبهم من الاسم انت تاني اقول له انت تاني يلا نجيبهم مين بقى؟ ان هو من خصائصه ان هو دولي انترناشونال وكمان وكمان تمام؟ بس كده ممكن كمان نضيف معاهم ان هو كمان في جانب سوشيال يعني الدايمنشنز تعتبر ايضا ايه؟ خصائص ماشي؟ ممكن كمان نضيف معاهم وسوشيال يعني زودها خلاص؟ طب
خليها في الاسم اي بي تي اس. ممكن ناخد الدايمنشنز نعتبرهم كمان يلا خصائص مش طبعا. وطبعا اكيد بنضيف عليهم مين ايه دايناميك مالتي ديسيبلينري. نختم يلا يلا هوبا يلا. بيقول لك ايه the subject of IP concentrates يعني concentrates focuses بيركز على on mutual influence التأثير اللي يلا المتبادل ما بين مين ومين العلاقة العضوية التفاعلية ما بين مين ومين يلا الاقتصاد والسياسة تمام. طيب الاقتصاد اللي هو مين والسياسة يبقى بنشيل مين دولة. حلو قوي. يبقى بنتكلم طول الوقت على التأثير المتبادل ما بينها both مين ومين يلا ماركت وستيت يبقى اصل اقول الاقتصاد والسياسه تمام. على انهي مستوى الدولي وعلاقات الدوله بينها وبين بعض انترناشونال ليفل which may shape وده اللي هيشكل اللي بيحصل في العالم بقى علاقه السياسه والاقتصاد على مستوى عالمي which may shape يلا رقم واحد allocation of resources يلا احنا بوزع موارد مصر ولا موارد العالم فهنيجي مثلا نلاقي ان معظم بترول العالم رايح للصين ليه؟ عشان هي اكتر دوله بتصنع وبتصدر في العالم وده توزيع للموارد ماشي. زمان كان اكتر كميه بترول مثلا بتروح لدول ثانيه اوروبا وامريكا دلوقتي الصين بقى بتصنع اكتر وده تخصيص الموارد. distribution of gains and losses توزيع الارباح والايه؟ الخسائر. الصين لما حصل عندها الكورونا او الدوله قفلت عملت كوارنتين وحجر واول دوله خسرت بس بعد كده رجعت بقت اول دوله فتحت ثاني فرجعت تكسب وتعوض خسائر يبقى دايما في جينز وايه؟ لوسز تمام؟ اللي بعده between the United States and the way of resolving يعني دايما لما الدول بتتعامل مع بعض في دول بتكسب وفي دول بتخسر زي التجاره كده والبزنس and the way of resolving حل بقى نحل ايه؟ مشاكل وصراعات tensions and conflicts تمام؟ of the economic nature between and among the states اما اقول between and among states هي between and among nation يعني ما بين دولتين او اكثر تمام؟ between اثنين among يبقى 3 4 5 6 ده معناه ايه؟ ان الصراعات زمان ولغايه الحرب العالميه الثانيه كانت بتتحل بطريقه واحده او معظم الطرق كانت حرب انها حرب اسهل حل عن الدول حرب بعض يفرموا بعض كله خسران في الاخر حتى الكسبان يعتبر خسران اللي مات من عنده ناس تمام؟ خلاصه الكلام ان اللي انا عايز اقوله بعد ما الدول بدات تكتشف ان الحروب العالميه بدات تحسس الدول ان هي حتى الدوله اللي بتكسب عندها خسائر وعندها ارواح بتموت لا يا عم الحرب دي مكلفه قوي الحرب دي مدمره قوي طب نرجع ليه؟ الحلول بقى السلميه الاقتصاديه المصالح بتتصالح وين وين سيتويشن انت تكسب وانا اكسب ومع ذلك هنشوف ان دايما الدوله القويه هي اللي بتكسب اكتر من الدوله يعني الدول اللي بتدخل في علاقات تمام زي ما تروح تشتري حاجه ممكن التاجر يضحك عليك ممكن تضحك عليه ممكن احنا الاثنين نستفيد يبقى بالانس فده بيحصل في التجاره الدوليه ماشي. فالحلول دلوقتي المشاكل دلوقتي بقى بتتحل بطرق سياسيه واقتصاديه بدلا من الايه الحروب ماشي. داس اخر حاجه اي بي اي مهمه جدا 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 ودايما تلاقيها في الاخبار من هنا ورايح بقى لما يطلع خبر في الايه في الجورنال او في الميديا تعويم الجنيه تعويم الدولار الجنيه الدولار غلى الدولار رخص انت مش فاهم ده بيحصل ليه ده يا باشا ليه جزء كبير جدا عندنا المنهج بعد بقى في العيله كده باشا ولا المحلل الاقتصادي تمام وتقوم تشرح لهم على التلفزيون ولا بص هنا انا اللي هشرح لكم تمام والله هتعملوا كده تبقى في قمه المتعه وانت فاهم اللي بيحصل في كل حاجه في العالم بجد تمام. فاذا داس اي بي اي از اولويز ان ذا نيوز يعني دايما في اليابان في الاخبار في الميديا وير ات از رير تو فريداي تو باس اوفر نادرا في العالم يوم يعدي من غير without hearing seeing reading بدون ما نسمع او نقرا او نشوف عن الاي بي اي فين في الميديا في وسائل الاعلام سواء بقى تلفزيون راديو جورنال او السوشيال ميديا تعتبر نوع من انواع الايه؟ الميديا تمام؟ تمام يا شباب؟ طيب درسنا ايه كده النهارده؟ بنختم يلا في اقل من دقيقه يلا درسنا يلا ها الاي بي مش مانا بانك اي بي يبقى هتلاقي عندك هنا ده بارت 1 اي بي المانا بانك جايب ليه تقييم لوحده المانا بانك بارت 1 بارت 2 ده ليه تقييم وده ليه تقييم خلاص الاي بي يبقى يعني يلا انترناشونال هنا مش مفيش حاجه اسمها انتر هو مطار الشفت حته اسمه يلا انترناشونال الناس بتقول يلا ايكونومي تمام الاقتصاد ده سياسة، عارف ان في علاقة ما بين يلا؟ ايكونومكس وفاركس، علاقة قوية والاثنين بيأثروا في بعض. بعد كده أخذنا التعريف بتاع مين؟ سوزن صح كده؟ سوزن سترينج. طلعنا من التعريف إيه؟ دايمنشنز وإيه كمان؟ كاركترستكس. لا إذا أنت بتطلع دايمنشنز، ثلاث دايمنشنز ها؟ من اسم ناشونال، ايكونومكس، بيتقابل عليهم مين؟ سوشيال، ناشونال، بلاتيني ايكونومكس، سوشيال. وفي كاركترستكس ناخدهم كلنا معاهم برضو والدكتور ضايف اثنين منهم مين يلا؟ دايناميك مالتي ديسيبلين، يعني العلم ده دايناميك؟ متغير ومالتي ديسيبلين يعني داخل فيه علوم
كتيرة خلاص وبس خلاص. نراكم الحلقة القادمة. سلام.